بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان. القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويسرنا ويشرفنا أن يكون معنا واحد من أهل الذكر الذين تعودنا على فتاواهم وعلى علمهم الفياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه. معنا فضيلة الدكتور طلعت عفيفي، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والوكيل العلمي للجمعية الشرعية الرئيسية. مرحبا بكم، وأهلا وسهلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقولون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. جميعا بارك الله فيكم. مولانا الشيخ، يعني موضوع يهم الجميع. الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع. فإن ربنا سبحانه وتعالى أصلح حال الأسرة، يعني بفضل الله سينصلح حال الأمة. صحيح. والأسرة تتكون من زوج وزوجة وأولاد. ولكل منهم حق. ونحن نعلم أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها، يعني يكفي أن هناك سورة للنساء، سورة سميت باسم النساء. ولكن المستشرقين وأعداء الإسلام صاروا يتشدقون: الإسلام ظلم المرأة، الإسلام بخس المرأة حقوقها وجعلها نصف الرجل، وفعل وفعل. وللأسف الناس عندنا اللي فهموا الدين غلط وفهموا آيات الله وأحاديث رسول الله غلط، هم اللي ادوهم الفرصة دي. لأنه بيتشدق بكلمة القوامة، ربنا قال الرجال قوامون، ويتشدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن ناقصات عقل ودين، وأن المرأة خلقت من ضلع أعوج. يعني نريد من سيادتكم إعطاء الضوء على تكريم الإسلام للمرأة وكيف كرمها الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المرأة هي الأم، وهي الزوجة، وهي الأخت، وهي البنت، وكل هؤلاء لهن في الإسلام تكريم يليق بمقامهن ومنزلتهن. إذا نظرنا إلى الأم، نسمع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حين سئل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. نعم. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وعلمنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات صلى الله عليه وسلم. فالأم، الأم فرصة للإنسان إذا ما وجدت بدعائها وبرضاها عنه وبحسن عشرتها له، يمكن أن يدخل بسببها الجنة. نعم. والأم مقام رفيع ومنزلة جليلة ومكانة سامقة سامية. الأم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. فهذه هي الأم. إذا نزلنا إلى الزوجة، نجد إن الزوجة: النساء شقائق الرجال، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا ما قرأ القرآن يجد أن الزوجة بالنسبة له كما قال ربنا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. وقال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فهناك الاختلاط، وهناك الانسجام، وهناك التلاحم. نعم. ما بين الرجل والمرأة. يعني بعضهم يقول لك: ما وجه الشبه بين الرجل والمرأة؟ كن ده لباس للمرأة والمرأة لباس له. وبين كلمة لباس، اللباس يستر به الإنسان عورته ويتجمل به في حياته ويكون ألصق الأشياء بجسده. نعم. فهكذا المرأة بالنسبة للرجل إذا كانت زوجة له. نعم. إذا كانت بنتا أو أختا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا: من كانت له أربع بنات فأدبهن فأحسن تأديبهن
حتى كذا تزوجنا مثلا كنا له حجابا من النار. قيل رسول الله وثلاثة، قال وثلاثة. قيل واثنتان، قال واثنتان. وربنا لما ذكر العطاء والهبة بالأولاد بدأ أولا يهب لمن يشاء بالإناث أولا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا، فلكن بدأ الأول بهبة الإناث. فعلى ذلك هذه عطاءات ربنا تبارك وتعالى التي ينبغي أن ينظر إليها هذه النظرة الموضوعية الشاملة. المرأة كما يقولون بضدها تتميز الأشياء. ننظر إلى المرأة فيما كانت قبل الإسلام وفيما صارت إليه بعد الإسلام، بل وننظر إلى المرأة في عصرنا هذا وفيما هي موجودة فيه في بلاد الغرب التي يتشدقون بها ويقولون عنها كذا وكذا. نجد مثلا أنه كلمة بسيطة جدا، سيدنا عمر يقول والله ما كنا نعود للنساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل. رضي الله ما كنا نعود للنساء شيئا ونحن نقرأ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هن أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولم تكن المرأة أحسن حظا في بلاد الرومان أو في بلاد الفرس أو في بلاد الهند أو عند اليهود أو عند النصارى، هؤلاء جميعا كانوا يهينون المرأة. ولكن تكريم الإسلام للمرأة جاء في كل آيات القرآن الكريم كما تفضلت وقلت. سورة كاملة تسمى بسورة النساء وسورة أخرى باسم امرأة من النساء هي سيدة مريم عليه السلام. فهذا لون من ألوان التكريم ينسحب. والمجادلة وكذلك قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وما بعده تكريم. خولة بنت حكيم التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبيعة النساء وباب النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خيركم خيركم لأهلي. كثير جدا جدا نجده استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء ده من أواخر شوف الوصية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما جاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت في حجة الوداع التي وضعت أسس المجتمع المسلم الأول. فيعني كل الناس يركز أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، لا يحل مثلا كل مسلم على المسلم حرام دم ومال وعرض كذا وكذا. وبعدين يجي في وسط هذه هذا الزخم من النصائح وصية بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا صلى الله عليه فإنهن وسلم. عندكم عوان أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أنا عايز أقول لإخواننا النهاردة اللي بيتشدقوا بالغرب، لحد النهاردة المرأة بتنسب في الغرب لزوجها. لا يقال فلانة بنت فلان اللي هو أبوها، إنما تنسب إلى مين؟ زوجها، إلى زوجها. فتتجرد من حياتها الأولى وتصبح ملكا، كأنها ملك بالتبعية لهذا الزوج، وليست للمرأة ذمة مالية منفصلة. عكس ما هو موجود عندنا، المرأة في الغرب مع الزوج مكلفة مثله تماما بتمام، تشتغل وتجيب فلوس وتساهم في السكن وما إلى ذلك، شأنها كشأن الرجل. فهو ليس مكلفا بالإنفاق عليها، دي عبارة عن شركة الاثنين أقاموا دكانة فتحوها مع بعض شركة، أنت عليه 50% وأنا عليه 50%. فالمرأة في الغرب بوضعها الحالي، انظروا إليها في المصانع وانظروا إليها في المكاتب وانظروا إليها في ما إلى ذلك، فحصل نوع من الإهانة. بينما المرأة في داخل عيني وهي أمي، وفي داخل عيني وهي زوجتي، وفي داخل عيني وهي ابنتي أو أختي وما إلى ذلك مما لا غنى أو مما يعني لا يتسع المقام للتفصيل فيه، لأن كما تعرف حضرتك البرنامج برنامج فتاوى. فيعني احنا بس بنشير إشارة مجملة. بارك يعني الله فيكم. معنا أم رحمة. السلام عليكم. السلام عليكم أم رحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. كل سنه وانت طيب يا شيخ. وحضرتك طيبه ام رحمه. اتفضلي. اكلم ام رحمه لو سمح، اكلم الشيخ لو سمح. اتفضلي اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حضرتك. كل سنه وانت طيب. الله يتقبل منا ومنكم. لو سمحت، انا من فتره كده لقيت حاجه، والحاجه دي قعدت معايا يومين اسال عليها، ما حدش قال دلني عليها يعني. فسالت الشيخ في الجامع، الشيخ قال لي خلاها معاكي 3 ايام، ولو ما حد سال عليها اتصرفي فيها. طيب. قلت له طب ما اعملش حاجه يعني، ما خرجش حاجه منها ولا كده؟ قال لي هاتي للجامع اي حاجه. طيب. رحت اتصرفت فيها بعد 3 ايام،
وجبت للمسجد حصيره. طيب. فبعد كده قعدت فتره كبيره يعني، ولقيت واحده بتسال عليها، والواحده دي فلسطينيه مش من هنا يعني. ايوه. طيب. فانا قلت لها، قلت ايه، هجهز حقها واديه لها. فعلى ما جهزت حقها وجيت اديه لها، راحت سالت عليها لقيتها سافرت بلدها. فانا دلوقتي حيرانه مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر. ان شاء الله هنجيبك على السؤال بعد ما نتلقى الاتصال من اخت ابتسام. ابتسام، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عندي مشكله يعني صغيره كده، عايزه احكيها للشيخ. اتفضلي. بص يا شيخنا، انا كنت مخطوبه لواحد بقالي من شهر 10 لغايه دلوقتي، سايباه يعني في رمضان وكده، قبل العيد باسبوعين. قبل رمضان باسبوعين، ايه اللي حصل؟ فهو كان ساعة ما شبكنا انا وهو كده عمال يشتم فيا ويبهدلني ويشتمني في اهلي. فانا جه اخر مكالمه ما بيننا قعد يشتمني ويهزقني في التليفون. فانا مش عارفه اعمل ايه وكده، وكتير بيقولوا لي هو كويس وطيب وارجعي له، وانا رافضه كمان. شتم ابويا وامي قبل كده. طيب. وهزقني كتير. نعم. طيب ان شاء الله نجيبك باذن الله. معانا الاخت ايمان. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا بك. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. كنت عايزه اسال على لبس الحجاب. نعم. انا حضرتك لابسه اللي هو الطرحه. ايوه. وبنطلون وبلوز عاديين. نعم. اللبس العادي. نعم. فوالدي عايز يلبسني الخمار. نعم. وانا مش مقتنعه. طيب حاضر. فهل شرط ان انا البسه ولا حرام عليا لو رفضت؟ حاضر. ماشي، شكرا. العفو. احنا عندنا السؤال الاولاني بتاع الاخت ام رحمه بتاع اللقطه. حضرتك يعني هي اللقطه اذا ما وجد الانسان شيئا لزمه ان يعرفه، يعني بالوسائل المتاحه والامكانات والقدرات الممكنه. بكتب ورقه مثلا على مكان زي كشكي قريب منه، بأعلن في المكان اللي أنا فيه، يا جماعة أنا وجدت حاجة لو حد سأل عنها. نعم. ينبغي إن هي موجودة معايا، يجي يعرف